هنروح لسيدات كرة السلة بالطبع، والحقيقة اللي هم بيستعدوا للموسم الجديد ببطولة القاهرة كالعادة. بطولة القاهرة بتبقى هي أولى البطولات اللي بياخدها فريق السيدات، وبيستعدوا بشكل جيد. سيدات سلة الأهلي يهزمنا البنك الأهلي استعدادا للموسم الجديد. الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الكابتن طارق خيري فاز على فريق البنك الأهلي في أول ماتش إعدادي للموسم الجديد. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الشهداء باهل الجزيره. كابتن طارق خيري حاول يشرك اكبر قدر من اللعيبه، وده طبيعي طبعا علشان يقف على مستواهم استعدادا للموسم الجديد. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش الودي، وسجلنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا استعدادنا ثابت، انا بس الفتره الاخيره دي انا مش هقول ضاغط عليهم دايما في اجتماعاتنا وفي التمرين، اللي انا عايز الغي السنه اللي فاتت دي من الذاكره بتاعتهم، لان انت اي احنا في الوطن العربي لما يبقى عندك ثقه زياده الموضوع بيبقى مش لطيف. فانا عمالي فتره شغالين على الجزء ده، ان احنا ده موسم وخلص، والكلام بيتقال لنا دايما من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، فده جزء شغالين عليه. ان انا لا، الموسم ده صعب جدا، عايز تحافظ عليه لازم تبذل مجهود. بلعب ماتش ايكوال، بلعب ماتش انا اعلى، الريتم واحد، عندك هدف بنحط اهداف، عندنا زياده عن الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت، عندنا بنسبه كبيره بطوله افريقيا. فده دايما بنتكلم مع الاولاد في الجزء، خصوصا اللعيبه القدام اللي هم القوام الفرقه الاساسي. الحمد لله ماشيين كويس، لعبنا 3-4 ماتشات وديه، الشكل العام احسن في صعود. النهارده الدفاعات مجمله لطيفه، الدنيا حلوه، بس ده مجمل الموضوع مع تصحيح زي ما بيقولوا بقى. انت بتاخدي اخطاء الموسم اللي فات لكل لعيب بلان كده، انت عندك مشكله في الحته الفلانيه هنصلحها. عندي لعيبه السنه اللي فاتت كان دورها قليل، السنه دي شكلها لو انت قاعده من اول الجيم. ندى نافع عامله جيم كويس، السنه اللي فاتت ما كانش بيشارك خالص. ده التطور بقى على كل اللعيبه اللي بيأدوا، فاحنا بنشغلين على ده لحد ما نوصل. احنا دايما عندنا هدف ان انا عندي ايه المهم، او الماتش المهم امتى. مثلا نقول التمهيدي ان شاء الله سهل لحد الدور الثمانيه او سيمي فاينال دوري المرتبط، انا بلعب على ده. يعني انا بوصل الفرقه ان انا عايز للماتش ده يبقى عندي 12 لعيب فورمه، ما فيش حد اوفرلود، ما فيش حد مصاب، ما فيش. ده اللي احنا بنشتغل عليه، ونتمنى التوفيق ونبعد عن الاصابات. دي يمكن استعداداتنا مختلفة عن السنة اللي فاتت، خصوصا ان احنا الحمد لله السنة اللي فاتت خدنا كل البطولات، كسبنا كل البطولات من غير ما نخسر ولا ماتش. فده يمكن السنة دي ده بيحفزنا اكتر ان احنا السنة دي نفضل محافظين على نفس اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت. برضو مش عايزين نكسب كل البطولات بس، لا احنا عايزين نكسب كل البطولات من غير ما نخسر ولا ماتش. يمكن ده زود التارجت علينا. كابتن طارق السنة دي بادئ معانا الموسم من بدري، قايل لنا على الحاجات اللي احنا هنعملها، قايل لنا على ان احنا السنة دي هنبقى مركزين الدبل، هنبقى بنتمرن الدبل تمارين صبح وبالليل. يمكن كابتن طارق والفرقة كلها عارفة المسؤولية اللي احنا داخلين عليها، عاملين معسكر، احنا بنتمرن صبح وبالليل. فلا يعني السنة دي الدنيا مختلفة عشان نفضل محافظين على الصدارة، ونفضل محافظين على ان احنا نبقى في التوب دايما، ونفضل محافظين ان احنا كنا مش بنكسب الفرق سكور عادي، لا كنا بنكسب سكور كبير. فده يمكن حفزنا اكتر، وده هيدينا موتيفيشن اكتر ان احنا نفضل دايما كسبانين كتير. كابتن طارق دايما معودنا في الملعب انه اي حد بيغلط هو لازم ان هو يتقال له ايه الصح، لانه الغلطه كده كده وارده في الماتش، من لعيب كبير او لعيب صغير الغلطات وارده، فده طبيعي ان ده يحصل في الماتش. كابتن طارق بالنسبه لنا يعني زي اب، فهو بصراحه اي حاجه هيقولها لنا، حتى طريقته ان هو بيقول لنا الحاجه مش بتبقى بزعيق او بتبقى بنرفزه، فاحنا بنتقبله فيه زي ما بينا. يعني احنا في حب ان هو كابتن طارق زي اب بالنسبه لنا قبل ما يكون مدرب، فالعلاقه علاقه ود وعلاقه حب، فالموضوع بيبقى اسهل من كده بكتير. يعني محدش بياخدها لا ده كابتن طارق بيزعق لي خالص، كلنا بناخد ان ده بيبقى عايز يصلحنا ان احنا نبقى احسن في الملعب.